ما عادش فيا رغبة ولا طاقة ان اكمل هنا، لازم امشي المدينة اللي هيكون فيها قبري. بيصبور؟ هتيجي معايا؟ والحمام؟ يعني صبور ما فيهاش حمامات؟ ما عمر يعني ما تريحني وتعيش معانا هنا ولما تموت تدفنك في اي حتة. عمر الخيام ما اختارش هيتولد فين ولا هيعيش ازاي، يبقى على الاقل اختار مكان قبري. ما الصراحة بقى انا بخاف من السفر معاك، ما بشوفش منك غير الويل. براحتك، عايز تفضل صاحب اهلا بيك، عايز تفارق حقك. هو يعني الصح البعد عنك، لكن انا بحبك اعمل ايه؟ امر لله ونعم الصاحب يا بلان. طيب بص بقى، يعني عشان نسافر كده من غير غش، انا عايز اصارحك بحاجه. صارحني بايه؟ انا اللي وشيت بيك الحارس كان عندي في الحمام وحكيت له حكايه زوجه حسن الصباح لما هربت وجات لك. وليه عملت كده؟ ما اعرفش، بقي هو اللي اتكلم. انا كنت عايز حكايه مثيره كده احكيها للراجل ويبقى زبوني ويحبني، ما لقيتش غير الحكايه دي على لساني، بس ما كانش في نيتي ان انا اذيه خالص يا عمر. عارف، ما هو عدو عاقل خير من صديق جاهل. صديق جاهل بيحبك خير من عالم بيكرهك يا عمر. انا صعبان ابو قلب كهرمان، سامحني بقى. خلاص سامحك يا صهبان، يلا جهز نفسك عشان نروح نصبور. على طول كده؟ هنعمل ايه؟ هفتح مدرسة للطلبة الشباب. حلو، شباب يعني امل تفاؤل. وهبني قبري. النهاردة السلطان هيبات في غرفة صغيرة في اخر القصر عشان ينقذ روحه. كل يوم بتبيته في مكان شكل يا مولاي. ولو عايز ابيته في غرفة فوق سطح القصر انا هعمل كده. كل ما رعبه زاد اكتر كل ما انا قدرت اسيطر اكتر. طيب بالنسبة يا مولاي للمساجين اللي ضاقت عليهم سجونهم؟ يومين بالظبط وهيتنفذ فيهم حكم الاعدام عشان يرتاحوا من الضيقة اللي هم فيها. فكرة ان مولانا السلطان يبات فوق سطح القصر دي فكرة مضحكة جدا وعجيبة، بس مولاي مستحيل يعمل كده. هما هيعملوا فيها ايه؟ هما هيودوني فين؟ قول لي هنروح فين؟ والله انا ما عملت حاجه، انا ما عملتش حاجه، والله ما عملت حاجه، انا ذنبي ايه في الحب؟ وانت ايه تهمتك؟ انا فجأة لقيتهم بيقبضوا عليا وبيرموني هنا بتهمة اني بخطط لقتل مولانا السلطان. شغلتك ايه؟ انا طباخ القصر السلطاني. ازاي اعمل حاجة زي كده؟ انا بيقولوا لي ان كنت ناوي اسم مولانا السلطان ورموا الاكل اللي كنت هقدمه له للقط فتسمم ومات، وانا كنت واقف مذهول واديني منتظر الحكم بموتي. الوزير سراج الدين. ايوه هو اللي رمى الاكل القط، هو اللي رمى الاكل. انا متاكد ان هو سليم، انا دقت قبل ما اقدمه له. وانت؟ انا خادم مخدع السلطان من ايام ابوه. انا اسف جدا يا مولاي، لكن الحيطة واجبة برضو. من هنا يا مولاي انت تقدر تشوف وتراقب كل تحركات مولاة السلطانة وهي بتقابل الخونة. المكان هنا آمن علشان كل الأماكن المتوقع بيات مولاي فيها اتكشفت. انا عارف ان انت بتعمل كده عشان تحميني يا سراج. فوق قصر مولاي السلطان انا مجهز كل حاجة، كل أساليب الراحة هنا موجودة، كل المشروبات وكل الأطعمة اللي مولاي بيحبها أنا جهزتها ودقتها بنفسي علشان أتأكد إن مفيش أي سمة أو أي خطر ممكن يصيب مولاي. كمان أنا عامل سرير لمولاي السلطان فيه وسادة نعمة عشان راحتك يا مولاي. وأنا بكرر أسفي. مفيش داعي للأسف. في خلال أيام يا مولاي كل أسماء المتورطين في الخيانة هيكونوا بين إيدين عظمتك. مولاي لو حابب ان انا اكون جنبك واكون في خدمتك يعني وونسك
وأجل حتى مراقبتي للخونة. أنا رهن إشارتك. لا أكمل. بعد إذن مولاي.